الملايين سيقتلون خلال الأيام الأولى للحرب. في حال ضغط هذا الرجل على الزر النووي الذي لا يفارقه أبداً، قنابل ذرية وصواريخ باليستية وأسلحة كيميائية كلها متأهبة لساعة الصفر، وتهديدات الزعيم الكوري الشمالي بإبادة جارته الجنوبية لا تتوقف أبداً. فما أبرز سيناريوهات الحرب بين الجارتين في حال اندلاعها؟ البداية بعيداً عن القدرات النووية، محللون عسكريون يرون أن الزعيم كيم جونغ يمكنه تدمير سيول دون أسلحة دمار شامل، فلديه قاذفات صواريخ ومدفعية تمكنه من ضرب العاصمة الكورية الجنوبية بعشرة آلاف صاروخ في الدقيقة الواحدة. وابل مدمر كهكذا يمكن أن يقتل أكثر من 300 ألف شخص في بداية الصراع. سلاح آخر غير نووي بيد كيم، قوامه أكثر من مليون جندي عامل وملايين عدة من الاحتياط يمثلون دروعاً بشرية جاهزة لحماية كيم والوطن. لكن ماذا عن الغزو البري؟ وفقاً للجيش الأمريكي، يتطلب تدمير ترسانة كيم جونغ أون النووية والصاروخية غزواً برياً بالتزامن مع التصدي لدفاعاته الكيماوية والبيولوجية. الطريقة الوحيدة لتحديد أماكن كل مكونات برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وتدميرها تماماً بشكل مؤكد هي من خلال غزو بري. خبراء عسكريون يقولون إن سيناريو الغزو البري يتطلب ما بين 200 ألف إلى 690 ألف جندي في أقصى التقديرات، وهو ما يفوق مجموع الجنود المشاركين في حربي العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى إرسال 2000 طائرة حربية لتدمير أسطول كوريا الشمالية المكون من 1300 طائرة أغلبها من الحقبة السوفيتية. سيناريو الهجمات الكيماوية. الرأي المتفق عليه عسكرياً بين الخبراء أن كيم سيرد باستخدام ترسانته الضخمة من الأسلحة الكيميائية الأكثر فتكاً في العالم، إذ يقدر ما لديه ب2500 طن متري إلى 5000 طن متري من غازات الأعصاب القاتلة المتنوعة مثل السارين والجدري والحمى الصفراء والجمرة الخبيثة والحمى النزفية وحتى الطاعون. ومع توفر آلاف قطع المدفعية وقاذفات الصواريخ ستكون الخسائر البشرية هائلة. فالمؤرخ العسكري ريد كيربي قدر سابقاً أن الهجوم بغاز السارين على سيول قد يقتل نحو 2.5 مليون شخص، وما يزيد من المأساة ما بحوزة كيم جونغ أون من كميات كبيرة من الفي إكس، وهو سلاح كيميائي أكثر فتكاً يوصف بقاتل الحشود عديم اللون والرائحة. لكن ماذا عن الضربات الجوية؟ من يضرب أول؟ هدف آخر سيكون أمام مرمى صواريخ كوريا الشمالية، وهو مطارات الجارة الجنوبية لشل حركتها وإرباكها بالفوضى، إلا إذا سبقته كوريا الجنوبية وحليفتها أمريكا بضرب منشآت بيونغ يانغ النووية والعسكرية ومخابئ الأسلحة ومنصات الدفاع الجوي. وربما يذهب كيم إلى أبعد من ذلك بمهاجمة الوجود العسكري الأمريكي في اليابان أو جزيرة غوام. أحد السيناريوهات المطروحة أيضاً التي سبق تسريبها للإعلام منذ سنوات هو عملية قطع الرأس عبر قتل كبار القادة العسكريين الكوريين الشماليين بمن فيهم الزعيم، عبر عمليات خاصة سواء بضربات جوية أو بعمليات إنزال لقوات الكوماندوز. السيناريو الأخطر، الهجوم النووي. فهل يستخدم كيم السلاح النووي فعلاً؟ يكمن المنطق المخيف حسب الخبراء في هذا السؤال أن أي هجوم على كوريا الشمالية سيجبر زعيمها على اللجوء لقاعدة استخدمها أو اخسرها، في إشارة إلى أن الهجوم على بلاده سيكون لغاية تدمير ترسانتها النووية، وهو ما يجبره على استخدامها أولاً ضد الأعداء قبل الندم عليها.